كنت في أستراليا، هذا بلد قارة لدولة واحدة، قارة فيها 18 مليون، فيها جمال طبيعي يفوق حد الخيال. أنا زرتها 5 مرات، فيها خيرات لا يعلمها إلا الله، تربتها عمرها 200 عام فقط، حجم الفواكه عجيب، والسكان قلائل. فكنت مرة أغادرها ودعني رئيس الجالية، قال لي بالحرف الواحد بلغ إخواننا بالشام أن مزابل الشام خير من جنات أستراليا. بالضبط، أنا الحقيقة صعقت لهذا التعريف. قلت له اشرح لي. قال لي يعني الابن بأستراليا بال150 ملحد وال50 تاني منحرف، وإن لم تصدق اسأل. أنا طبعا لا أعمم، التعميم من العمى، فإذا قلت الأكثرية مو معناها تعميم كامل، لابد من فئات ملتزمة. فانتبهت إلى إيجابيات بلدي، بلادنا شرق أوسط، يعني تقريبا للتقريب أيام إنسان يعني في أشياء ألفها فنسيها. إنسان أيام بغيب عن بيته 2 شهر لا يأتي في خاطره لثانية واحدة أن رجلا أجنبيا دخل بيته. فمرة سألت واحد ببلاد متفلتة، هذا الشارع يعني إذا كان طوله فرضا 5 كيلومتر كم خيانة زوجية فيه؟ لي 70%. ببلادنا ما في ولا واحد بال1000. هي إيجابيات، عندنا أسرة متماسكة، الأب. أذكر أحد إخوتي الكرام كان في باريس، فرأى شابا على نهر السين يفكر، أراد أن يمتحن فرنسيته. قال له بما تفكر؟ الجواب مذهل، كان بقتل أبي. صعق لدرجة غير معقولة. قال له لما؟ قال له أحب فتاة أخذها مني. أنا فكرت والله لا أبالغ، والله في شي 100,000 إنسان باع بيته بدمشق واشترى بالريف 5 بيوت بثمن بيت دمشق وزوج أولاده كلهم. في عنا إيجابيات بحياتنا، في عنا مبادئ وقيم، عنا هي كلها بقيات بقية مروءة، بقية رحمة، بقية إنصاف.